البطولات اللي انت ممكن تكوني فاكراها في مع منتخب مصر كانت صعبة والضغوط فيها كانت كبيرة؟ بصي، هو الاندور لعبت 2017 في الفيرست تيم، دي بطولة افريقيا اخدنا تالت فيها، كانت في الكاميرون. في البيتش فولي لعبت الفيرست تيم 2014، كانت اصعب بطولة بالنسبة لي هي افريقيا المؤهلة للاولمبياد. احنا كان معانا رواندا في دوري المجموعات، خسرنا منهم في دوري المجموعات، فهم بقوا اول مجموعة واحنا تاني مجموعة، واول بيلاعب تاني المجموعه التانيه، والتاني بيلاعب اول المجموعه التانيه. فاحنا طبعا اخدنا الفرقه الاصعب عشان احنا خسرنا منهم في دوري المجموعات ودخلنا دور الاربعه على طول. فاحنا البطوله دي كانت في نيجيريا، لعبنا نيجيريا عشان هم كانوا اول المجموعه التانيه. اوكي. تقريبا ده كان ماتش النهائي بالنسبه لنا، احنا طلعنا الماتش ده 2-1 يعني بالعافيه، ودرجه الحراره هناك كانت صعبه جدا، واحنا مش متعودين هنا ان ده احنا كنا أكيد. نلعب في جو زي ده. يعني الارض اللي كنا بنلعب عليها رجلي، يعني جلد الرجل كان الرملة. بيتشال، لا هو كان زلط صغير جدا، كمان مش رملة هو ده قانونية، ينفع تبقى المعايير بتاعت هو ده الكتلة مش قانوني بس يعني بتمشي في افريقيا، انما في البطولات العالمية لا، يعني بيبقى الرملة كويسة جدا. فطبعا درجة الحرارة كانت عالية جدا جدا، واحنا بنلعب في يعني في جو رملة زي ما انت بتقولي، وفي الشمس، والنفس هناك الاكسجين بقى يعني تحت الارض. فدي كانت اصعب بطولة. كسبنا كاميرون اتنين، كسبنا نيجيريا 2-1، وهنقابل بقى اللي هيكسب من رواندا وموزمبيق. فرواندا كسبت واحنا كسبنا، فهنقابل بعض فاينل. طبعا هم كسبونا في دوري المجموعات، فهم نازلين واخدين ثقة اكتر مننا بكتير، احنا كسبنا يعني هم كسبونا قبل كده احنا ما كسبناهمش. فالحمد لله الماتش ده كان ما يعني ما كانش صعب زي ماتش نيجيريا، كسبناهم 2-0 وتأهلنا الأولمبياد. دي طبعا حاجة احنا ما كناش مصدقينها، وده كان اكتر حدث رياضي انا لحد دلوقتي فخورة ان انا شاركت في حدث زي ده. واحنا فخورين جدا.